لو الحكاية فيها إن فيجو أمير الواد اتخطف يا راجل. انت ايه كلمك حجر؟ الواد اتخطف، انا سمعته يحبت عينه وهو بيصرخ. اجري يا أمير اجري، انت حيرهم اجري بالحرامية. وما تبكيش اي حد من الحرامية دول. انت مش مصدقني صح؟ انا كنت نايمة بس يوم نزل لكن صحيت على صوت واحد بيصرخ اي ايدي يا ابن النطاحة. وشفت الراجل اللي كان بيصرخ ده؟ هو انا لو كنت شفته كنت سبته؟